كلاتنبرج خلاص مسك رئيس لجنه التطوير في اتحاد الكوره. ماشي. في هنا دي عامله مشكله بين الحكام المصريين وبين اتحاد الكوره، لانه رئيس لجنه التطوير مفيش حاجه اسمها لجنه، مفيش رئيس لجنه التطوير. في لجنه حكام بيتبعها لجنه فرعيه داخله ليها لجنه تعيين الحكام، لجنه التطوير وهكذا. فهو دلوقتي هم عارضين على الكابتن سمير عثمان رئيس لجنه الحكام، لانه الكابتن عصام الفتاح خلاص راح المغرب وقال لهم مش راجع تاني. الاختصاصات هنا، هو المشكله في الاختصاصات، مين هيعين المدربين الحكام، مين هيعين ومين هيطور، مين هيسمع كلام مين بالظبط، مين هيعين، مين هينسق مكان مين، هيعمل ايه يعني. بس انا بقول لك من دلوقتي هو الراجل قال لهم انا مش مسؤول على تعيينات، ولا انا ما اعرفش حكام اصلا، انا مسؤول اعمل لكم محاضرات، اعمل لكم معسكرات، اتكلم في التفاصيل الصغيره، ابص على الحكام، لكن ان انا اعين واعمل والكلام ده دلوقتي انا مش مسؤول. فعشان كده اتحاد الكوره بعد ما جابوا قال لهم الكلام ده عايزين يجيبوا رئيس لجنه حكام. ايوه، انا دلوقتي اكلم مين في مصر لما يجي مثلا عندي حكم يغلط؟ اكلم اللي بيطوره ولا اكلم رئيس لجنه الحكام؟ هو برضه اتوزعت، وما انت مش هتعرف تتكلم، اللي هتعرف تكلم الاجنبي، وهتيجي تكلم المصري ما هيقول لك عند الاجنبي، هيبيع الاجنبي والاجنبي ماليش دعوه، مش حدش عارف يوصل له. فبالتالي الموضوع هو هيبقى عايم. الكابتن عصام عبد الفتاح فين؟ مالوش علاقه بقى، قال لك خلاص قبل كده. مرشح مين؟ كابتن سمير عثمان. انا بحبك يا كابتن سمير، اقسم بالله، فارجوك انفد بجلدك. بالظبط. يعني انا بقول لك والله، يعني انا المعلومه ديت يعني ايه، او بمعنى صح بقول يعني عشان انا اكون امين، انا عارف، بس بقول لك على الهواء عشان اخلص ضميري. كابتن سمير يعني الموضوع صعب، والدنيا صعبه، والظروف صعبه، ومش هتسلم بما فيهم حتى اللي بيكلمك. انا بكلمك بصراحه، يعني الدنيا صعبة، فالناس هتشيل رئيس لجنة الحكام. وانا بقول لك انا واحد من الناس شايف ان الموضوع ده بالتركيبة بتاعته دي مفيش مركب بتصلح برئيسين، ما عرفش بقى يولفوها ازاي، يظبطوها ازاي، بس هي كده فيها رئيسين، انا بشوفها كده. ممكن اكون غلط، بس ده اللي انا بشوفه. صعب، صعب جدا، والوقت صعب، تبتدي موسم على الاقل وتبقى شايف قدامك والدنيا تبقى واضحة، يعني لانه كده هتبقى العمليه حاجه اخيره. بس نسيت اقولها، انه مجلس اداره اتحاد الكوره من ضمن عرقله بعض الامور يعني في المفاوضات، ان هم مصممين على وجود الكابتن محمد شوقي، الكابتن عصام الحضري، الدكتور محمد ابو العيله مع اي جهاز مصري جاي، لان هم عايزين يحافظوا على الكوادر اللي هتبقى موجوده. انا مش هجيب كله اجنبي، فاعمل انا عندي احتلال اجنبي وما طلعش كوادر، فهم برضو مصممين على هذا الامر يعني. عظيم. استاذ ريهام بشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا كالعاده، متالقه بشكرك شكرا جزيلا. استاذ احمد بشكرك شكرا جزيلا، متالق جدا بشكرك شكرا جزيلا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور الثالثه بعد الفاصل. دكاتره التحليل عمر عبد الله الجينيوس بتاعنا، وملك الارقام محمد عماره، وتحليل فني مهم جدا جدا بعد الفاصل، خليكم معانا.